خد سريعا برضو الحاج محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. حاج محمود مساء الخير. سيف يا سنور، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كابتن طارق وكابتن احمد. يا حاج محمود ازاي؟ كابتن زكريا بيسلم على حضرتك. يعني ما عادش في مصالح يا كابتن طارق، مفيش سؤال حتى يعني. يعني بيقول لك ما عادش في مصالح. يعني ما عادش يعني ده كلام. لا يا حبيبي ده كلام، انت حبيبي يا حاج محمود. الله يخليك يا كابتن، ربنا يبارك فيك. من غير حاجه يعني. ما تسالش عن نظره في المصالح بس. لا كان في قصه. هو كابتن زكريا على خلاف معاك يا حاج محمود ولا ايه؟ ده اخويا، ده كابتن زكريا، ده اخويا. ده اخويا عارف وعارف. بس انا عارف يا حاج محمود انتوا مزنوقين اليومين دول يا عيني ومضغوطين. فمش عايز اثقل عليك يعني، بس مش اكتر حبيبي يا كابتن. هتطمن على حضرتك هي ايه المصلحه حبيبك اللي كبنكم واحنا مش عارفينها دي؟ حاجه مفيش مصلحه يا حبيبي. ده مفيش مصلحه، دي كانت قضيه. الحمد لله قضيه قديمه. الحمد لله بتاعتك حبيبي. عقبال قضيه احمد حسن. طيب والله جاي في السكه خلاص، انا خدت القرار النهارده. ربنا يبارك فيك يا حاج. والله ده الواحد النهارده هيبقى يعني الواحد هيبقى مستمتع ومبسوط النهارده. كابتن احمد حسن ده عقد واضح وصريح، وانا مش محتاج اسال حاجه، ده عقد واتفاق. فقرار خدته دخلته محضر مجلس اداره امبارح واعتمدته يعني. فقرار واضح، العقد واضح، ما فيش التزام بيه. ففلوسه على طول بقى، ومستنيين بقى الزمالك، هنحصر الزمالك بالمبلغ يروح التظلمات، ونحرك الموضوع يعني قد ما نقدر ان شاء الله. ربنا يكرم حاج محمود. يعني حضرتك امبارح قلت تصريح، والعميد ثروت قال تصريح، كان معايا الحاج محمد عبواب دلوقتي واللي هو شين شمس، قالوا لي سيف احنا كان والله العظيم والله يا سيف اللي حصل ده مراجيح والله العظيم. ثلاثة مش ممكن، مش ممكن اللي بيحصل ده. عين في الجنة وعين في النار يا جماعة. عايزين ترجعوا جمهور، في إرادة. أنت ده اللي أكد لك، لو الأمن له إرادة يرجع جمهور هيرجعه. أنا عايز أقول لحضرتك تداعيات الموضوع من أولها. إحنا جالنا جواب من النادي الزمالك ماضي عليه اللي هو علاء مالك، بإنه مشكورا رئيس الوزراء وافق على 10,000 متفرج لنادي الزمالك. 10,000 مش 1,000 كويس. والله اصدار التعليمات للاستاد بالسماح للايه لل 10,000 منهم يدخلوا. كاتحاد مصر لكره القدم كان الجواب. انا كنت بقول الناس كلها مشت، وانا واقف انا وجمال بيه علام، قلنا له فين الجواب، فين الموافقه بال 10,000؟ فبعتنا جواب قلنا له هاتوا لنا الموافقه بال 1,000 قبل ما تيجي الموافقه. قالوا لنا لا، ده احنا خلاص صارت لنا اتصال تليفوني ووافقوا على 1,000 بس. قلت له عايزين جواب يقول وافق بال 1,000. المهم بعتنا جواب شديد يا جماعه، ما اديتناش في خلال الصبح ما الموضوع ما عرفوش. بعت حضرتك لمين؟ للزمالك. مش هنسمع بالكلام ده. جالنا جواب الساعه 3 الظهر ونص بان الامن العام والمنظر العام والرؤيه العامه والامن ينأكد على ان احنا ما عندناش اي تعديل، وان جميع مباريات ال 32 و16 قولا واحدا للاربع فرق بدون جمهور. ونزلناها على الموقع. في احسن من كده؟ تمام. لما سالني حضرتك ناس على الكلام ده الساعه 8، دخلت متاخله قلت الكلام ده 8 ونص بس. تمام. الساعه 10 بيطلبوا الاستاذ حاج فوزي، قالوا افتح الفاكس، بعتنا لك فاكس جديد. الفاكس ده مين هو؟ ايه الامن العام. الامن العام. ايه الفاكس؟ انه موافقهم على طلب نادي الزمالك، طلب الزمالك بس، الاهلي مش موجود في الموضوع خالص، لان الاهلي لم يطلب. الاهلي ما طلب. ده دي اجتهادات شخصيه من نادي الزمالك، مشهور انه عايز يدخل 1,000. انا شايف ان القرار بتاع الموافقه على 1,000 تحديدا وتحديد اسماء بدون معايير خطا كبير جدا. انك تقصر الموضوع على اعضاء معينين دون اخرين، ده موضوع عامل احتقان شديد جدا. ليه اتحاد الكوره يا حاج محمود ما تدخلش ووقف كالمتفرج؟ يعني ليه اتحاد الكوره ما كلمش الامن؟ ليه العميد ثروت ما كلمش الناس في الامن، قال لهم النهارده في لقاء اهلي وزمالك، الجمهور لو اتحرك هنا الجمهور هنا هيتحرك؟ تحركات متاخره، كله متاخر، كله عشوائي، كله رد فعل، كله رد فعل. انت جالك جواب 3:30 قبل الماتش ب 24 ساعه، ما تدخلش حد خلاص. انت موضوع بعد كده ويتقفل. حتى لو جالك جواب تاني انت ما بتشتغلش. يعني انا لو بتكلمني انا كاتحاد كوره كاداره تنفيذيه، انا ما ولا 1,000 ولا 2,000 خلاص. انا عندي جواب، ما تجيبليش 10 بالليل تقول لي دخل بكره 1,000 وتداعياته بعد كده في نفس الوقت في نفس الماتش للنادي الاهلي. انا بكلمك بقلب مفتوح، انا ما بعرفش الف وادور. يعني احنا منين تعليم صريح واضح للدورين ما تدخلوش حد للاربع فرق؟ ومنين دلوقتي حضرتك بتسمع بال1,000 بعشوائيه؟ انا شايفه ولا حل مشكله ولا 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 بالعكس زود الاحتقان في النادي زي ما انت شايف كده. المشكله مش كده يا حاج محمود، المشكله ان في شباب دلوقتي واقفه في الطريق الصحراوي. بناء على قرارات، في جمهور ما فيش جمهور، هندخل مش هندخل. يعني حتى النهارده بنتعامل مع ملف زي ده بالحساسيه دي وبالازمه دي، وبنتعامل صراحة مع شباب بنرقصهم في قرارات. في جمهور ما فيش جمهور. انا بعت الناس اللي وافقوا على ال1,000 معلش يتحملوا المسؤوليه، لانه حضرتك انت اللي عم بتسمح ولا اما ما تسمحش. يعني انت النهارده حاطط سيستم ولا عمال تراضي ده شويه وده يتكلم تراضي وده تقابله تديله 1,000 وتديله 2,000؟ هي مش عزبه،
هي في معيار، انت عايز ترجع جد النهارده اديني قبلها، ما تبعتليش جواب تقول لي ممنوع في الدورين وبعدين تقول لي النهارده جد. وانت عايز تربط لي ده بماتش نيجيريا، ايه علاقه نيجيريا بالماتش ده؟ ايه علاقه ماتش نيجيريا ومنتخب مصر بالعك ده؟ ايه العك ده؟ ده عك والله، ده عك، وعمر عمر جمهور ما هيرجع كده، عمر الدنيا ما هترجع كده. طب ليه يا حاج محمود دلوقتي ما يطلعش بيان واضح من اتحاد الكوره يحل المشكله دي؟ يطلع يعني الاهلي دلوقتي بتكلم دلوقتي يقول حضرتك، يقول ان الاهلي يا جماعه رجاء الجمهور يرجع، مفيش جمهور للاهلي النهارده، الزمالك مسموح بكذا. ما هو النهارده اكيد الشباب دي فاهمه ان في اعضاء جماعه وما راحه، فاكيد الوضع بالنسبه لهم محتقر. كلامك صح مليون في الميه، لازم بيان يطلع من النادي الاهلي، ولازم يطلع من اتحاد الكوره دلوقتي يقول ان مفيش جمهور. بس هو النهارده المصيبه حصلت، وجمهور الزمالك رايح، اذا كان رايح او مش رايح، ده غضبه. تخيل انت، معلش خلينا نتكلم بقلب مفتوح، تعالى خلي الوقت النهارده جمهور الاهلي رايح، جمهور الزمالك رايح باوتوبيسات ومكيفه و50 اوتوبيس واستعراض وانتخابات وبتاع، وجمهور الزمالك والاهلي ما يخشش ليه؟ ما هي خطا اصلا موجود، مش عارف مين سبب فيه ومين عمله ولازمته ايه البلبله دي والمصلحه مين؟ مش فاهم انا، مش طب ما فيش اتصال يعني. يا فندم مع السيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، ما كلمش وزير الداخليه دلوقتي يبقى في مثلا حلول؟ لان واضح ان هو اكيد في خطا من الاول، فيبقى في مثلا حلول النهارده مع الشباب دي؟ انا بحكي لك يا سيف، انا مشينا امبارح دخل في كل التطورات دي، انا ما عنديش فكره عنها الا انها الجوابات. احنا لما جالنا الجوابات بالتعميم وشديد اللهجه ان الدوريه 2016، قلنا الموضوع اتقفل، انك بتتكلم قبلها 24 ساعه ولازم تخسر كمان الاتحاد الافريقي، فاخطرنا وعملنا. جاء الجواب بتاع بالليل الساعه 10:30 بالليل بتاع الالف ده، ليه الزمالك فقط عمل البلبله دي؟ انا مش شايف بصراحه يعني جدوله، لكن هو محتاج بيان سريع وعلاج للموقف يعني من النادي الاهلي ومن الاتحاد. اتمنى لك التوفيق يا حاج محمود ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري.